خلينا نسمع جزء من كلمة رئيس سعيد، كلمة فيما يتعلق بالكيان الصهيوني. نعطيك تعلق وأنت باعتباركم الرئيس السابق لجمعية أنصار فلسطين، وأعطيني شعورك وأنت تسمع الكلام هذا. يلا. وما زال أشقاؤنا في فلسطين يقدمون كل يوم تقريبا جحافل الشهداء والجرحى للتحرر من نير الاحتلال الصهيوني البغيض، هذا فضلا عن آلاف آلاف اللاجئين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات. أفما آن للإنسانية جمعاء أن تضع حدا لهذه المظلمة؟ دكتور مراد، وأنت تستمع في قمة عربية الرئيس يا سيدي حسين؟ لا أسمعك تقريبا. طيب نحاول معايشة الأمر، هل تسمعني الآن دكتور مراد؟ نعم الآن أسمعك جيد الآن. إذن سعيد يقول يحكي عن الكيان الصهيوني الغاصب في قمة عربية، ربما يكاد يكون التصريح العربي الوحيد في القمة هذه بهذه القوة، هل من تعليق؟ والله ايش نقول لك، انا مع كل صوت ضد الصهاينة ويدافع عن الحق الفلسطيني ويندد بالتطبيع. هذا كلام، معناها كلام هو في نهاية الامر، ولكن جاي في سياق معناها معظم الدول المجتمع هذيك تسير نحو التطبيع، فلا ادري كيف يمكن لهذه القمة ان تجمع هذه التناقضات. معناها ثم ناس مطبعة بكل وضوح، ثم ناس مطبعة بالاسم، عفوا مقاومة بالاسم، لا ترد حتى الهجومات على أراضيها، وفما الشعار هذا جيد لكنه يظل شعارا، بقى هو جيد. معناه ما نجموش مش خاطر عندنا مشكلة مع الوضع السياسي في تونس نولوا معناه نعتبروا أنه كل تصريح قوي لازم فيها، لكن مبدئيا هو تصريح جيد مقبول بالنسبة لي، أنا نعتبره حاجة إيجابية. على فكرة دكتور مراد، نعم، البيان الختامي لقمة جدة وعين جدة، اتفق القادة العرب في البيان الختامي في دور 32 على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، وعلى رأس تلك القضايا قضية الشعب الفلسطيني ودعم المبادرة العربية لحل الدولتين. المبادرة هذه يا سي حسين هي المبادرة بتاع الملك السعودي، واللي هي تقوم على الأرض مقابل السلام، وهذا الحل متاع يعني المجتمع الدولي، وهو حل ظالم لأنه يؤمن أن هذه الأرض للصهاينة مكان فيها. وإحنا نعرفوا اللي وقع مؤخرا الكشف عن الأرشيف الإنجليزي القديم، طبعا اللي تجاوز 80 سنة، وفيه من الفضائح والمؤامرات الكثير، ونسمع أيضا حتى يعني التلاعب بالقانون الدولي وفرض قيام الدولة الصهيونية. وبالتالي حتى العرب إذا كان قيس سعيد يقول الكلام هذايا في إطار المنظومة الدولية فهو كأنه لم يفعل شيئا، لأنه القبول بالحلول الدولية هو القبول بالتقسيم، بالتالي تشريع معظم الشعب الفلسطيني. نعم،